الحقيقة إنه لو حضراتكم تفتكروا كنا اتكلمنا قبل كده عن مبادرة مشروعك لسه من يومين بالظبط، وكلمنا عن المبادرة دي وجانا عدد كبير جدا من الاتصالات ما بين ناس عارفة المبادرة وكانت مقدمة فيها بس كان عندها استفسارات، وما بين ناس أصلا ما كانتش تسمع عنها كتير، وحتى يوميها كنا بنقول إنه محتاجين قوي يبقى الإعلام دايما بيلقي الضوء على هذه النوعية من المبادرات والمشاريع. النهاردة هيكون فيه إن شاء الله طاقة أمل جديدة نفتحها للشباب، عايزين نطمئن إن لسه في أمل، وإنه زي ما في ناس بتتكلم كتير قوي قوي وفي النهاية بتعملش حاجة، لا هو في الحقيقة في ناس بتشتغل ويمكن ما بتقولش ما يكفي عن عملها ده. عايزين النهاردة الحقيقة نتكلم عن أو يعني من ضمن الأماكن دي اللي احنا بنتكلم عنها مراكز أو مركز التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة. المركز ده نجح منذ إنشاءه الحقيقة في 2006 تقريبا، ولغاية 2015 كان عامل مجهود كبير قوي إنه يدرب حوالي 530 ألف شاب بتكلفة بلغت 1,135,000,000 جنيه، وده رقم كبير. السنة اللي فاتت دي بس مثلا 2015 قدر ينجح في تنفيذ أو نجح في تنفيذ المشروع الإماراتي المصري اللي استهدف تدريب ما يقرب من 80 ألف شاب وشابة في سنة واحدة، كمان الرقم ده كبير قوي. عن فكرة المركز ده والتدريب والآليات اللي بيشتغل عليها وإزاي بيتم تسخير طاقات الشباب فيها، كل ده إن شاء الله هنتكلم فيه مع ضيفنا الكريم اللي منورنا المهندس محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي بوزارة الصناعة. يا أهلا بحضرتك معنا يا باشمهندس. أهلا وسهلا يا فندم. اسمح لي بداية أسأل حضرتك عن طبيعة عمل مركز التدريب الصناعي، إيه طبيعة عمله وإيه هي اختصاصاته؟ تمام. مجلس التدريب الصناعي هو جهة تابعة لوزارة الصناعة بشكل مباشر زي ما حضرتك تفضلتي، تم إنشاء في 2006. الغرض الرئيسي منها هو تجميع وتوحيد كافة الجهات التدريبية اللي بتدي خدمات تدريبية للمجتمع الصناعي، بهدف إن إحنا يبقى عندنا عامل ماهر منتج طبقا لاحتياجات سوق العمل في الصناعة. ومن ساعتها زي ما حضرتك تفضلتي قلتي ان احنا قدرنا ندرب فوق ال 530 الف شاب وفتاه في كافه القطاعات الصناعيه. ده من ساعه ما انشاته المركز من 2006. والتمويل الحقيقه تجاوز المليار و100 مليون وقدرنا ان احنا ندخل في موضوعات مرتبطه بالتشغيل، مش بس التدريب لمجرد رفع الكفاءه، بقينا ندرب لاحتياجات حقيقيه في سوق العمل وطبقا لمهارات ومعارف حقيقية مطلوبة من القطاعات المختلفة، وبنعمل عمليات التشبيك ما بين الباحث عن العمل وما بين الراغب في العمالة المدربة. وإحنا اضطرينا ندخل في دوت مش يعني تجاوزا منا عن حدود دور وزارة القوى العاملة، وهي مشكورة على الجهود اللي هي بتعملها، لكن نتيجة إن المخرجات المتاحة في السوق لا تلبي طلبات الصناع لأن إحنا أدرى بها قوي. احنا كنا يعني متواجدين في اتحاد الصناعات المصريه فعارفين كويس قوي احتياجات الصناعي. احتياجات الصناعي يا فندم، اسمح لي اقف عند هقول لحضرتك ده سؤال رائع الحقيقه. محتاجين ايه الصناعه عندنا في مصر يا فندم عشان ننهض في الاونه الاخيره اللي مرتبطه ارتباط كبير جدا بالمبادره اللي حضرتك قلتيها قبل اللقاء اللي مرتبطه باخلاقنا. تعرفي قد ايه الترابط؟ يعني ان في الاونه الاخيره ابتدى الصناع ما يطلبوش، انا مش عايز هات لي واحد يا محمود ما يبقاش مش مهم عندي بيعرف ايه فنيا، انا هدربه بس هات لي واحد منضبط سلوكيا، هات لي شاب او فتاه تكون عندها قدره فهم عن ايه ثقافه عمل، يعني ايه تيجي في ميعادها، يعني ايه تشتغل في فريق عمل، يعني ايه تلبس اللبس المناسب في عملها مثلاً، يعني ايه تتعامل مع زمايلها بشكل كويس بالظبط، يعني ايه تفهم عن ايه مدير ويعني ايه كوليج، يعني ايه واحد زميل ويعني ايه واحد مرؤوس، وايه اهميه مبادئ واخلاق العمل ويتعامل بحكمة والكلام كل ده مرتبط بأخلاق وسلوكيات مش مرتبط بالفني. وقال لك الفني ده أنا هدوله أنا هعلمه على المكان بتاعي ما تصرفش عليه فني، وده يدينا مؤشر خطير إن ده ما كانش مطلوب قبل كده. ما قبل من أوائل 2006 و7 و8 كان الأساس هي أزمة المهارة وليست أزمة السلوك، تحولت لأسباب أو لأخرى إلى دلوقتي أديني شاب أو شابة كويسين اخلاقيا منضبطين وانا هعلمهم فنيا زي ما انا عايز. طب اسمح لي، شاب او شابه منضبطين اخلاقيا في مجال العمل، انا ماليش علاقه بحياته الشخصيه بره. تمام. يعني انا ماليش ان انا في الشغل اقف اتكلم معاه انت امبارح كنت بتعمل ايه او قاعد على القهوه الفلانيه او بتاع، صح؟ تمام، ده حقيقي بس اكون صريح معاكي. المنضبط سلوكيا في العمل نادرا
نادرا لما يكون مش منضبط خارج العمل، يعني اللي اللي فاهم ethics، اللي فاهم اخلاق بشكل عام، السلوك لا يتجزا يعني. بس عارف ليه فندم انا بقول الحته دي؟ عشان احنا في مصر هنا عندنا بنحب قوي 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 ننسى نفسنا ومشاكلنا وحياتنا وندخل قوي في خصوصيات الناس، فتلاقي انا اغلب وقتي بفكر اللي قدامي ده حياته شخصيه عامله ازاي، وبيعمل ايه، وبيتكلم مع مين وكده. فهي منظومه على بعضها ان احنا نحسن بس من السلوك كده، وكل واحد يركز مصدر في شغله من الاخر. عندك 100%. يعني هذا لا يمنع اطلاقا طبعا ان برضو عندنا رغم الجهود الرهيبه من وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني على مدار السنين اللي فاتت في تخريج طالب فني عنده المهارات الكافيه طبقا لسوق العمل، الا ان لحد الان ما هياش كافية ولا أنها بتلبي الاحتياجات بالشكل الكبير. فإحنا عندنا برضو مهارة، يعني أزمة مهارة، لكن بقت دلوقتي تتناسب أو تتوازى مع أزمة السلوك. فده اللي محتاجه الصناعة. المجلس عمل إيه؟ وحضرتك أنا مشكورة ذكرتي الموضوع المصري، المشروع المصري الإماراتي التدريبي من أجل تشغيله. أنا ما أقدرش أذكر هذا المشروع من غير ما أثني وأشكر القيادة والشعب وحكومة الإمارات، اللي كان الحقيقة لو ما كانوش دعمونا خلال السنة اللي فاتت ما كناش هنقدر نحقق هذه النتائج. وأحب أثني على فهمهم واقتناعهم بأن الاستثمار في البشر لا يقل بأي شكل من الأشكال عن أهمية الاستثمار في البنية الأساسية في أي مشروعات تنموية أخرى. هم عندهم هذا الفهم الحقيقة، هم دي ثقافة عندهم. وبالتعاون معهم خلال السنة اللي فاتت قدرنا ندرب فوق 80,000 وفي مجالات بمنتهى الاحترافية، حسننا جودة العمليات التدريبية، دخل معانا مراكز تدريب ما كانتش بنقدر ندخلها معانا، وبتدي شهادات معتمدة على رأسها الهيئة العربية للتصنيع والأكاديمية البحرية، شهادات قوية جدا. لما يروح بيها الباحث أو الباحثة عن العمل لمصنع أو لشركة ويقول أنا حاصل على هذا التدريب من هذه الجهات، بيتاخد فعلا، لأن هم واثقين في قوة الشهادة وفي جودة التدريب. فأنا بأثني على ذلك وأشكرهم أن هم دعمونا، وأتمنى أن هذا الدعم يستمر خلال السنوات القادمة إن شاء الله بإذن الله. طيب نتكلم بقى على مركز التدريب نفسه، ونتكلم على فكرة مئات الآلاف اللي لم يكن ملايين ملايين من الشباب اللي ممكن تستفيد منه. إزاي يا فندم هتستقبلوا طاقات الشباب دي، وبناء على إيه؟ وهل أي شاب دلوقتي بيتفرج علينا يقدر يجي يقدم ويقول لكم إحنا عايزين نشتغل وعايزين فرصة عمل أو فرصة تدريب؟ ده بالتأكيد. إحنا أهم نقطة بس إحنا ربطنها حاليا، تركيزنا الأساسي هو demand driven. يعني إيه demand driven؟ يعني مبني على الطلب 100%. إحنا مش أجلنا شوية فكرة التدريب لمن أجل التدريب. إحنا بيبقى عندنا طلبات من الشركات وتجاوزنا حدود الصناعة، احنا بنخدم حتى شركات في السياحة وفي التشييد والبناء وفي الاي تي، بناخد منهم الطلبات متوصفة كويس، انت عايز ايه من المعارف والمهارات والجدارات، وباخدها انقلها لباحث عن عمل، وفي نهاية التدريب بتاعه بديله شهادة التدريب اللي اتخرج التست بتاعه، وبديله صورة من العقد اللي هو هيشتغل بيه في الشركة اللي مستنية لما يتخرج. تمام. التاني ما بقاش بقى كل واحد هيجي يتدرب هو عارف كويس قوي ان هو في نهاية تدريبه لو نجح والتزم هيحصل على وظيفة مستنية متفق عليها مسبقا، وعارف هيقبض كام، وعارف تأميناته ايه، وصحيا واجتماعيا. اذا احنا دلوقتي موقفين التدريب من اجل التدريب زي ما حضرتك ذكرت. نعم. وبندرب بحسب احتياج بحسب احتياج سوق العمل. بالزبط. بنعرف طلبات الشركات وجهات العمل ايه وندرب على اساسها. بالظبط كده. رائع. بالظبط كده. فهو متاح جدا، وعايز يعني برضو زي حضرتك قلتي دي بشرة امل في بداية السنة الجديدة. عايز اعلن من برنامج حضرتك عن ملتقى توظيف، اول ملتقى توظيف يعمله المجلس السنه دي هيبقى يوم الجمعه والسبت الجايين. فهيبقى في مبنى الصندوق الاجتماعي للتنميه في ارض المعارض من مدخل صلاح سالم. وعندنا 65 شركه صناعيه وخدميه مقدمه 15,000 وظيفه. رائع. ده الخبر ده احنا سعداء جدا ان احنا في صباح دريم باول واحد يعرف هذا الخبر الحقيقه. طب رائع يعني. والله رائع. فانا اتمنى لكل اللي بيسمعونا سواء من الاهل او من الشباب يشرفونا، وهيشوفوا نوعيه الوظائف. عشان اسالك يا عم دول بيشغلونا في حتت مش عارف ايه، لا ده انا بيضحكوا علينا وبيدونا 700-800 جنيه، الكلام ده مش مظبوط بالمره. انا عايزه هو يروح ويشوف ويقيم اللي معروض بنفسه. شبابنا ما شاء الله عليه. يروح وما تسمعش بس للايه للمؤشرات السلبيه ولا لا، روح وشوف بنفسك. 15,000 وظيفه فيها اكتر من 3,300 وظيفه لحاملي المؤهلات العليا، والأغلبية 10,500 وظيفة تقريبا
للمؤهلات المتوسطة، وفي 1000 وظيفة بدون مؤهل. يعني في بعض الشركات عايزين، مش عايزين حتى بدون مؤهل، يكفي أنه يستطيع القراءة والكتابة. ونوعية الوظائف بتبتدي عندنا ناس عايزة مهندسين ومهندسين برمجيات، في شركات داخلة معانا في كده، وفي محاسبين وفي مديري حسابات ومراقبين جودة، وفي عمال إنتاج وفي عمال مخازن وعمال مناولة. فهيلاقوا تنوع كبير جدا من الوظائف. فأنا أدعوهم يوم الجمعة والسبت القادم بإذن 12 الله. و13 يشرفونا في مبنى الصندوق الاجتماعي للتنمية ويجربوا. طيب. اسمح لي هنا بس هنقول مرة تانية أنه إحنا سعداء جدا في صباح دريم أنه دي أول مرة الخبر بيتقال، هذه المبادرة أو البشرة الجميلة دي بتتقال عندنا هنا، بتنطلق من صباح دريم عن طريق ضيفنا الكريم المهندس محمود الشربيني الجمعة والسبت القادمين بإذن الله تعالى لو لينا عمر في قاعة أرض المعارض. نعم. مدخل من عند صلاح سالم. نعم. 65 شركة مقدمين 15,000 مقدمين 15,000 فرصة لوظيفة عمل. مزبوط. فياريت الشباب يجمع السي في بتاعه ويجهز نفسه وبإذن الله يكونوا موجودين هناك الجمعة والسبت. هناخد اتصالات من بعض السادة الجمهور معانا. هنبدأ من أسيوط. الأستاذ حسين صباح الخير يا فند. أستاذ سيد من القاهرة صباح الخير يا فند. صباح الخير يا فندم. يا اهلا بيك اتفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ يا اهلا بيك. انا كنت شغال في السياحه يا فندم، وكنت بدور على فرصه عمل في السياحه يعني. عندك كام سنه بس الاول؟ صباح الخير يا فندم. نعم. انا عندي بالظبط شهر واحد دوت اللي فات دوت تميت 30 سنه يا فندم. 30 سنه ده مثلا يعمل ايه؟ ده نموذج كده. بس احنا عندنا للاسف الشديد يعني نتيجه الظروف اللي حاصله السياحه ما هياش زي زمان، نتمنى ان هي تعود مره اخرى. كتير جدا من اللي كانوا شغالين في هذا القطاع جم واخدوا تدريبات على بعض المهن اللي هي ما هياش في السياحه بس لا تبعد كثيرا، يعني في الهوسبيتاليتي، يعني هي في فن الضيافه، فن الضيافه بشكل عام. والشغل في بعض الشركات العالمية أو الشركات الكبيرة اللي ليها بعض المطاعم وسلاسل المطاعم الشهيرة جدا بيحتاجوا الناس اللي عندهم خلفية في قطاع الضيافة. قدرنا ندربهم ونديهم بدايات بسيطة وهم كانوا متجاوبين أكتر كتير من غيرهم، أنهم عندهم على الخلفية كبيرة. وفي شركات داخلة معانا في الملتقى إن شاء الله اللي هنعمله يوم الجمعة والسبت. فأنا أدعو وأدعو اللي زيه إن هم ييجوا ويشوفوا، وما يقلقش، ودي مهمة جدا، ما يقلقش لو ما عندوش المهارات اللي توفروا توفر له الوظيفة دي. كل اللي احنا عايزينه بس ان هو مبدئيا هيسأل سؤال ولا اتنين من الشركات اللي موجودة، ولو الشركات قالت ده مقبول شكلا، لسه موضوعا شكلا بس مقبول ليا، هندربه وهنديله كل المهارات ومش هتكلف ولا حاجة، بالكامل هتتحملها الوزارة. وعايز برضو أطمن الناس الشباب اللي بيتساءلوا دائما عن الأمان الوظيفي ونحن مش عايزين نشتغل في القطاع الخاص، عايز أأكد لهم أن كل 65 شركة اللي مشاركة مقدمة تأمين اجتماعي وتأمين صحي، ومقدمة انتقالات من وإلى الشركات أو ما يوازيها فلوس، ومقدمة وجبة ساخنة يوميا أو ما يوازيها فلوس، وبتقدم مرتب لا يقل عن صافي 1200 جنيه وانا مسؤول عن هذا الكلام. وبالتالي وهي بدايه، وانا عارف ان الشباب يقول لك ايه هيعملوا 1200، انا معاك 100%. بس انا بقول ده افضل من لا شيء، وده بدايه. والميزه في العمل في القطاع الخاص انك لو شاطر في القطاع الخاص مش هتستنى بقى دورك في سنين معينه او الكلام ده، ممكن بسرعه جدا دخلك يزيد. انا بشكر حضرتك جدا على انه اجاباتك واضحه قوي الحقيقه ومحدده. انا كمان عايز اسال على مثلا التليفون زي اللي جانا دلوقتي من استاذ سيد ده، لانه حضرتك عارف طبعا انه الفتره اللي فاتت دي قطاع السياحه زي ما حضرتك ذكرت طبعا كان في مشاكل كتيره جدا وما زالت، وفي فنادق ومنتجعات سياحيه بالكامل قفلت في شرم والغردقه وكده، وبالتالي في عدد كبير جدا من الشباب والعاملين بيها النهارده اما انهم بلا عمل او يعني قاعدين بس ما فيش تقريبا مورد رزق ليهم. لو هم عندهم بالفعل الهوسبيتاليتي بيزكس دي او مبادئ واساسيات فن الضيافه، لان هم اشتغلوا في الفنادق فمش عايزين يعدوا على مرحله التدريب دي، هل ممكن يقدموا السي فيهات عند حضراتكم؟ طبعا. وتحاولوا انتوا تعيدوا توظيفهم تاني في القطاع بتاعهم ده 100% يا فندم. احنا عندنا بننشئ حاليا ما يسمى الـ LMIS او الليبر ماركت انفورميشن سيستم، يعني معلوماتيه سوق عمل، ومعلوماتيه سوق العمل ديت فيها كافه الباحثين عمل بصرف النظر هو عايز تدريب او لا، بصرف النظر هو عايز يشتغل في قطاع مخالف لمهاراته ولا لا، وبيبقى متواجد عندي. والسيستم دوت الميزه فيه ان هو بيعمل ما يسمى الالكترونيك ماتش ميكنج، او اللي هو بيشوف الطلبات بتاعتك، اول ما تحطيها بيوفق ما بين
الناس اللي عايزه وظائف والناس اللي وبيطلع لك لسته. ازاي يا فندم عندكم برامج للكلام ده؟ تمام. هو هي هي الكمبيوتر طبعا 100% يعني عندنا داتا بيس قويه جدا الحقيقه طبعاً. وكل اللي انا طالبه بس من اللي طالبين او الراغبين على العمل يخشوا على الويب سايت بتاع الاي تي سي ايجيبت دوت اور دوت اي جي. لا هقولهم يا فندم تاني معلش وهنزله يا شباب بعد اذنكم على الشاشه. تمام. اي تي سي ايجيبت دوت اي جي .eg. هيلاقوا فيه هناك يقدروا ازاي يبعتوا وهي ورقة واحدة بس. واللي مش عارف واللي ما عندوش انترنت يشرفنا احنا نقلنا مقرنا وبرضو هعلن ده جديد اول مرة اعلن احنا نقلنا مقر في المعادي في مبنى وراء المحكمة الدستورية العليا 2 شارع 164. الشباب يشرفونا وهيلاقوا ناس مستنياهم وهي ورقة واحدة بيمضيها وبتدخل على الداتابيز قدامه. واول ما بيبقى فيه طلبات حقيقية تتوافق مع المعايير اللي قلتها لحضرتك السيستم بينقي وبيطلع لنا لسته مباشره. بيعمل الماتش ميكنج ده اللي حضرتك قلت عليه التوفيق ده وبيطلع لنا اللسته دي وبيتصل بيها ناس من المسؤولين عن برنامج التشغيل بيتصلوا بالناس وبيقول لهم بيحددوا لهم ميعاد وبترسل مباشره لرقم التليفون اللي هو حاطه رساله محدده امتى الميعاد واسم الراجل اللي هيقابله والساعه كام ولو مش مناسبه يبعت لنا يقول لنا ناخد له ميعاد تاني. فالموضوع بسيط. بس انا زي ما حضرتك تفضلتي في البدايه وقلتي هو ده موجود مش ناس كتير عارفه طبعا والاعداد وان كانت بالنسبه لنا مرضيه وبنتكلم على 80,000 واحد تم تدريبهم منهم 45,000 واحد تم تشغيلهم بالفعل السنه اللي فاتت ستيل العدد مش كافي لحجم البطاله الموجوده. لكن هي محاوله ولو تم تكرارها بقى المجلس ده في مجلس واثنين وثلاثة وخمسة في كل القطاعات هتلاقي الأمور هتختلف طبعا. ومحتاجين وده دعم الإعلام وأتمنى أكيد. أن ده يعني تشرفونا حتى في ملتقى التوظيف ده هيحصل إن شاء الله. وتقابلوا الناس بنفسكم وتقيموا التجربة بنفسكم بإذن الله. بإذن الله الجمعة اللي جاية دي الجمعة والسبت هيكون في كاميرا من صباح دريم بما أن احنا بقى البرنامج اللي استقبلنا ده وعدي فندم يعني البشرة الجميلة دي. وعايز أقول حركة على حاجة فندم انه بجد احنا في صباح دريم هنا ده كان هدفنا من اول ما بدانا الانطلاقه الجديده للبرنامج انه مش بس نكون برنامج صباحي عادي بيقول الاخبار ايه. احنا بندور بجد بايدينا واسناننا على كل المبادرات اللي فيها امل واللي فيها سعي والناس اللي عايزه تشتغل وعايزه تعمل حاجه للبلد بس مش عارفه تعمل ازاي. فده دورنا اللي احنا اخذناه على اعتقنا في صباح دريم. استاذ يحيى يا صباح الخير. خير يا فندم. اتفضل. انا يعني اولا بشكر قناه دريم على الاستضافه للاستاذ المهندس محمود شربيني وبشكر وزاره الصناعه متمثله في المهندس محمود شربيني في المبادره الجميله جدا المهمه جدا بالنسبه للشباب المصري اللي بيدور على العمل واللي عايز يتاهل من جديد لدخل يخش سوق العمل المصري. لكن في حاجه مهمه جدا انا عايز اسال الاستاذ المهندس محمود الشربيني عليها. نعم. ما نصيب المعاق المصري في هذا المركز؟ صاحب الاحتياجات الخاصة عمل حسابهم المعاق هل صاحب المعاق الاحتياجات الخاصة تمام مكان في هذا المركز لان ده موضوع مهم جدا. عدد المعاقين في مصر بدون عمل مرتفع جدا جدا بالملايين. فهل طبعا. انا بسأل السؤال ده عشان يعني انا معني بموضوع المعاقين في مصر. أنا بشكرك جداً. يا أستاذ يحيى جزيل الشكر. وأنا على ما أعتقد آخر حاجة كنت قريتها إنه إحنا عندنا في مصر ما يقرب من 12 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. هل الناس دي كمان بطبيعة المشاكل الصحية والجسمانية اللي ممكن تكون عندهم معمول حسابهم في مبادرات الرائعة اللي بتنطلق بيها؟ أنا هكون صريح مع حضرتك جدا عشان بس الناس تبقى فاهمة الوضع إزاي ومن غير مزايدات على هذا الملف لأن كان عليه مزايدات كثيرة الحقيقة الفترة اللي فاتت. في مشكلة في موضوع ملف ذوي الاحتياجات الخاصة. ايه المشكلة؟ ان لحد الان نسبة 5% ونسبة الشركات اللي بتشغل ذوي احتياجات خاصة وبيشغلوهم بالفعل تكاد تكون منعدمة. الشركات علشان تتجاوز نسبة 5% بتعمل ايه؟ بتقوم جايبة لستة وحطها على البي رول بتاعها او على جدول المرتبات وبتدفع لهم مرتباتهم وهم في بيوتهم علشان بس تتخلص. طيب احنا ايه التجربة اللي عملناها السنة اللي فاتت من خلال برضو الدعم الاماراتي؟ عملنا برنامج صغير كده اسمه حرفي. حرفي ده عبارة عن ايه؟ ان احنا بندرب الناس وبعد ما بندربهم على حرفة او مهنة يدوية بنديهم شنطة عدة يبتدي بيها شغله في الحي والوسط اللي حواليه. فممكن جدا يبقى صيانة محمول، صيانة تكييف وتبريد، صيانة اجهزة منزلية.
وبنسلم ده الشنطة العدة يبتدي يدي السيرفيسز ديت للناس أصدقائه فاميلي أو كده. طيب مين أشطر ناس كانوا فيها؟ ذوي الاحتياجات الخاصة، والإنتاجية بتاعتهم كانت تكاد تكون الضعف للأسوياء. يعني أشطر ناس أبدعوا في الحرف الخاصة دي كانوا ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكبر دليل على ذلك لو حضرتك قدرنا نتصل بأي حد من جمعية الأقزام في اسكندرية، فتحوا بنتيجة التدريب اللي خدوه وحدة إنتاجية كده صغيرة بينهم وبين بعض لصيانة التليفون المحمول، وشغالة زي الفل وما شاء الله عليهم. ومش بس كده، في بعض في أحد الأصدقاء اللي أنا بعتبره صديق ليا وأتشرف بذلك اسمه كرم، فتح ورشة ووسع الورشة بتاعته وحول الورشة بتاعته، وهو متقاعد بس يعني أنا فخور بيه جدا، وسع الورشة بتاعته وجاب ناس عملها مركز تدريب صغير يدرب الناس على صيانة المحمول، وشغال دلوقتي ما شاء الله عليه. فذوي الاحتياجات محتاجين بس ان احنا ما ننظر لهمش ان هم يعني يلا نديهم الفلوس دي وخلاص، لا، احنا من خلال تعاقداتنا مع الشركات ومع السوشيال انتربرينورز او اللي هم رواد الاعمال الاجتماعيين قدرنا نعمل بعض النماذج اللي لو تكررت هتحل ازمه حقيقيه وهتدي ذوي الاحتياجات الخاصه المكان المفروض ان هو يبقى موجود فيها، مش مجرد يبقى واحد على باي رول. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، وهاخد استاذه ليلى من القاهره حقيقي صدقا وليست مجاملة، أول مرة في حياتي أتناقش مع ضيف كريم عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وصدق قوي اللي يعني مش أصدق يعني عفوا طبعا مش قصدي أن أنا أكون بكذب حد قبل كده، بس وصل لي قوي اللي حضرتك بتقوله، لأنه ما فيهوش أي زي ما قلت مزايدة، وأنتوا عارفين الناس دي طلباتهم إيه واحتياجاتهم إيه، ودايما في مقارنة بالتجارب السابقة ليهم. نعم. هم أبدعوا في إيه وقدروا يعني يبقوا يتميزوا كويسين في إيه. نعم. يتميزوا في إيه. نعم. نعم. أنا بشكرك جدا. العفو. أستاذة ليلى صباح الخير يا فندم. أستاذة ليلى معانا على الخط. أستاذ سليمان صباح الخير. صباح الخير. يا أهلا اتفضل. انا عايز معايا 2 مهندسين واحد محاسب، عايز اشوف ايه الملتقى ده والتوظيف بتاع اللي بيقولوا عليه ده. تمام ماشي، معاك 2 مهندسين وايه يا فندم؟ واحد محاسب تكنولوجيا معلومات. ربنا يبارك لك فيهم، دول ولاد حضرتك؟ ايوه. طيب تمام. ومعايا بنتي بكالوريوس علوم. حاضر ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم تكون المبادره دي يا رب وش الخير على الناس كلها باذن الله. تمام. باشمهندس انا يعمل إيه؟ انا اتمنى ان هم يعني يشرفونا. وعايز اقول حاجه يعني برضو ده يدي مؤشر مهم جدا جدا، الناس قاعده مستنيه الفرص. بس مين اللي اتصل؟ الاب وده حصل حقيقه في مخاطره كده، كنت تلاقي ان الناس اللي بتسحب الاستمارات وتملاها اولياء الامور، ودي غريبه جدا يعني، هم قلبهم على اولادهم واولادهم ممكن يقوموا نايمينهم طبعاً في البيت طبعاً. فلو سمحتوا صحوا اولادكم، انا يعني رساله، صحوا اولادكم خليهم ينزلوا. طيب. ويثبتوا ان هم عايزين يشتغلوا بجد، وانا ادعوه ان هو يجي الملتقى، ولو ما لقاش هيلاقي فيه ديسك موجود هياخد كل الطلبه، لو ما لقاش حاجه تتوافق مع تخصصه هيلاقي ناس تاخد زي ما اتفقنا البيانات بتاعته بالكامل وتدخلها على السيستم بتاعنا، واول ما يتوافر في المهنه اللي هو عايزها او القطاع اللي هو عايزه هيتم التواصل معاه. فهي مش بس ال 65 شركه دول، احنا هناخد الداتابيز وهنحتفظ بيها باذن الله. ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. ناخد استاذ سليمان صباح الخير يا فندم. استاذ منصور عفوا صباح الخير. صباح النور يا فندم. يا اهلا اتفضل. والله لو سمحتي انا ما حضرتش يعني الكلام من الاول، وانا عندي ابني معاه دبلوم وعايز اقدم له في المشروع ده، اعرف العنوان ايه بس؟ حاضر يا فندم خليك معانا اتفضل. يعني برضه هدعوه يجي الملتقى ان شاء الله، وبالعنوان بتاعنا في المعادي لسه ناقلين، هو 2 شارع 164 في حدائق المعادي خلف المحكمه الدستوريه العليا. تمام. تاني معلش يا فندم عشان برضو زمان هينزلوه على الشاشه. 2 شارع 164 حدائق المعادي خلف المحكمه الدستوريه العليا. رائع. ده عنوان مجلس التدريب الصناعي. مجلس التدريب الصناعي التابع لوزاره الصناعه. كل اللي الواحد ممكن يعمله ان هو يجي حضراتكم عند حضراتكم يقدم السي في بتاعه. تمام. وينتظر منكم لو في فرصه عمل. اصح حاجه صغيره، هو مش محتاج يقدم سي في، هو هيملى ابلكيشن ورقه واحده. تمام. وهيلاقي ناس تساعده يملاها ازاي. ما يجيبش حاجه معاه ولا صور شخصيه ولا خالص. ولا صور ولا اي حاجه. ولا اي حاجه. كل اللي انا محتاجه بطاقه، لان ده بيبقى في مرحله التشبيك.
اول ما بنلاقي الوظيفه المناسبه لي. لكن في الاول انا محتاج يبقى هو الابلكيشن بتاعته موجوده وبياناته تبقى سليمه. واكد على حضرتك اهم حاجه في هذه البيانات رقم التليفون المحمول اللي انا هبعت له رساله عليه طبعاً. والعنوان اللي هيجي له عليه خطاب التكليف بالوظيفه. فدول مهمين جدا بإذن جدا الله. وهيلاقي كذا واحد يساعدونه يا رب حقيقي. يعني والله العظيم انا بقدم الفقره وانا متحمسه كاني انا اللي هقدم عشان ادور على شغل. لانه كمان لو تعرف حضرتك جوه التليفونات اللي عماله بتيجي لزمايلنا. استاذ صالح صباح الخير يا فندم. السلام عليكم. ربنا يوفق الجميع يا رب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب بمناسبة ايه؟ كل يوم يعدي علينا بخير يا رب. لازم لازم يعني نهني بعض. طيب طبعا. انا صالح العوضي. اهلا بيك. على المعاش كنت في التعليم الفني قعدت حوالي من 42 سنة. ما شاء الله. عايز اتواصل مع الباشمهندس الغالي. معاك. باشا الشربيني. على اساس ان انا عندي قطعة ارض في قسم الساحل. في القاهرة. قطعة الأرض دي أنا تقدمت بيها للسيد رئيس الحي على أساس إن أنا أعمل فيها مؤسسة للتدريب الشباب على الصيانة المنزلية على الصناعات الصغيرة حاجة زي كده. فياريت إن يبقى في تواصل بيننا وبعض بحيث إنها تبقى منفذ ليهم في منطقة برضو مليئة بالشباب ومليئة بالناس اللي هي بتدور على فرصة عمل. انا بشكرك يا استاذ صالح. في رد حضرتك لو 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 نقدر بس ناخد رقم التليفون اللي طيب. اتصل بيه من الكنترول ونتواصل معاه. شباب بعد اذنكم عايزين بس ارقام استاذ صالح دلوقتي. الباشمهندس محمود محتاجها. نعم. عشان هيتواصل معاه بعد كده. نعم. ناخد استاذ مصطفى. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. يا اهلا اتفضل. اهلا بيك. معلش انا ايوه ملتقى بالنسبة للي هو الملتقى التوظيف. لو واحد زي حالاتي كده مستشار مالي بس سنه كبير شوية هل ده في ممكن ان هو يلاقي فرص من فرص العمل او شيء من هذا القبيل؟ رائع سؤال على فكرة جاي كتير جدا مش بس للأستاذ مصطفى. برضو هكون صريح مش هيلاقي عشان بس ما أنا عشان دي مبادرة للشباب تحديدا وعايز اقول لحضرتك يعني للشباب تحديدا والسن كمان معين تحديدا حددين السن معلش هتفكر الناس بيه بقى من 18 ل 35 وليه السن ده عشان الناس بس ما تزعلش. احنا مش معناها ان احنا مهمشين ما اقل من ذلك او ما اكتر بالعكس بس هي دي اكبر نسبة بطالة في البلد طبعا ولما حضرتك تعالجي مشكلة بتروحي للكور للاساس المشكلة فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نخدم الشباب اللي محتاج وبيبحث عن عمل فهو مش هيلاقي متوفر والشركات القطاع الخاص من ناحية المستشارين بيبقى ليهم طرق أخرى يحصلوا منها على مستشارينهم لكن الأساس المشكلة عندهم هم في مرحلة الشباب. طيب إذن الإجابة واضحة بنعتذر أنا بعتذر جدا اللي فوق يعني 35 سنة مش هينفع لأن هي يعني اللي فوق 35 يعني لو 36 بس يعني هيبقى 37 وعنده بوتنشال جامد بالزبط. ممكن والسي بتاعته قويه ممكن يتاخد طيب. بس اللي ما هو بيتكلم على فوق المعاش او كده مش هيلاقي دي صعبه يعني بنعتذر يا فندم بس برضو عشان احنا زي ما باشمهندس وضح يعني ليه التركيز على الفئه العمريه دي من 18 ل 35 سنه. استاذ محمد صباح الخير. صباح النور يا فندم. اتفضل. بقول لك يا فندم حضرتك انا من ذوي الاحتياجات الخاصه ومن شبرا وعندي 29 سنه وعندي دلوقتي كل ما اروح وزاره القوى العامله ترشحني العمل يودوني قطاع خاص يقول لي خد 500 جنيه واقعد في البيت وتعالى خدهم كل شهر. تفهم حضرتك وبرضه ودوني فندق السلام اللي في جسر السويس وودوني شركه اريكتور الصالي في 6 اكتوبر من غير اسامي شركات او فنادق يعني ماشي تمام. ما انا لسه 29 سنه يا فندم وعقه حلقيه في ايديا ومتزوج. انت اللي فارق معاك ايه يا استاذ محمد اكتر؟ يعني انت فارق معاك انك انت مش عايز تقعد في البيت وتاخد فلوس كل شهر انت عايز تعمل حاجه. انا اشتغل انا متزوج انا اقعد. طب شايفين والله بجد شايفين يعني لا انا عايز اقول لحضرتك ان هو ده يعني مش بعض كثير من ذوي الاحتياجات الخاصه بيعتبر دي اهانه طبعا. يعني ان انا اقعد في بيتي واخد وابقى مجرد اسم على جدول مرتبات دي بالنسبه له اهانه طبعا. والله انا بقول لحضرتك قسما يعني ان انتاجيتهم اكتر من انتاجيه الاسوياء سبحان يعني الله. سبحان الله لان عندهم تحدي كبير فانا بدعو الاستاذ محمد معلش برضو هتسيب رقمك لو سمحت واللي زي استاذ محمد احنا عندنا شركات
بتشغل ذوي الاحتياجات بجد وبتدفع مرتبات معتبره وتم بيتم تدريبهم حاليا في مركزين تدريب فقط بس هم دول المجهزين لذلك وبيتدربوا على احدث التدريبات الممكنه. فانا بدعو انه برضو يجي المعرض لو قدر يجي ان شاء الله، ولو ما جاش يجي لنا مقر المجلس عندنا واحنا هنوفر له، وانا ملتزم بذلك، هنوفر له وظيفه تليق بمستوى الاعاقه بتاعه. رائع. طيب انا بعد ما اخد مجموعه اتصالات برضو عايز اسال حضرتك، احنا بقى كصباح دريم احنا الحمد لله وش الخير بقى الحمد لله الحمد لله ما شاء الله، الله يعني اكبر يعني الله اكبر ما شاء الله. عايزين نعرف احنا بقى كصباح دريم نعمل ايه عشان نساعد حضراتكم، يعني نكون منسقين ما بين حضراتكم وما بين برضو المواطنين اللي بيتصلوا بينا وعايزين برضو لسه يسألوا على المبادرات ايه والشروط اللي مطلوبة ايه والحاجات دي كلها. فده بس بعد ما ناخد بعض الاتصالات. أستاذة سهير صباح الخير يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا ابني عنده 30 سنة بس معاده كاريوز خدمة اجتماعية ومتجوز معاه 2. هل يلاقي فرصة تعمل عند حضرتك عندكم؟ أيوة يا فندم هتلاقي كاريوز. هتلاقي يا فندم خدمه اجتماعيه والله مش يعني اشتغل كتير بس ما توافقش يعني بدور خدمه اجتماعيه اللي هو المعد العالي للخدمه الاجتماعيه. عنده بنتين ومتجوز مش ما فيش شغلات بقى 3 شهور. هيلاقي يا فندم بس يعني يا ريت يشرفنا في ملتقى التوظيف وهيلاقي حاجات ان شاء الله تناسبه باذن الله، ولو ما لقاش زي ما قلنا هيملى معانا الابلكيشن بتاعته واحنا ملتزمين ان احنا نوفر له باذن الله وظيفه اول ما يبقى التخصص بتاعه متواجد. احنا في ليه حد لينا حد ادنى في المرتب يا باشمهندس؟ 1200 جنيه. 1200 جنيه الحد الادنى ممكن الأدنى. يزيد طبعا طبعا. انا بقول لحضرتك في ناس عايزه مهندسين مبرمجيات موجودين في الملتقى ومحاسبين ومديرين حسابات. مدام سهير خلي ابن حضرتك لو سمحتي يروح الملتقى الجمعة أو السبت بعد إذنك. أستاذ أحمد صباح الخير. يا أستاذ أحمد. أيوان تفضل. صباح الخير يا فندم. صباح النور. زي حضرتك يا فندم. الحمد لله. كنت أنا بقى كاريوس تربية قسم تكنولوجيا تعليم محاسب آلي. تمام. جامعة الساسيه. ماشي يعني عايز تسال كده. طيب بسال باشمهندس انا برضو متعلم صنعه فني الكترونيات. هايل حلو قوي. بسال بالنسبه للفني الكترونيات مع بكالوريوس برضو في المجال برضو يعني هو ما اكتفاش بس بالشهاده هو كمان ما شاء الله عليه هو كان وكمل بعد التعليم الفني في الجامعه طبعا هيلاقي. طيب. وعايز اقول لحضرتك يعني الناس يعني بيتنافسوا كثيرا على الفني الماهر ده اللي ناقص المصانع بجد يعني طبعا. موضوع الاداري عندنا مهندسين كتير بس ما عندناش فنيين كتير بالظبط كده. فهو ده ما عنده فرصه اكبر بكتير من اي حد تاني. فهو اكيد هيلاقي فرصه في الملتقى باذن الله. يعني. اذا الى الملتقى يا استاذ احمد الجمعه والسبت الجايين دول ان شاء الله. ما تروحش عليك. استاذه ايمان صباح الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا بسمح لحضرتك وبسمح على الضيف بتاع حضرتك وقد ايه مبسوطه باللي انا سامعاه دوت والحماس اللي انا شايفاه. اوكي بس كان ليا سؤال كتير مهم لو سمحت. اتفضلي. هو دلوقتي بيتكلم عن العمر والسن. طيب لغايه 18 ل 35. طب يعني معنى كده ان فوق ال 35 طب ما هو في ظروف البلد مش بتساعد حد ان هو يشتغل ويعني وده مش بارادتنا. يعني انا مثلا دلوقتي 42 تقريبا. اوكي والو معاكي يا ايمان اتفضلي. ولو حبيت ان انا اقدم الفرصه مش هتكون سنحه ليا علشان خاطر العمر. بصي هو باشمهندس محمود لسه راضي على الجزئيه دي وكل ده زي قلته يبقى ده الحل فين؟ طيب بصي لسه راضي البلد ماشي. مع اني عندي خبرات جوه البلد وخارج الدوله كمان. هي متحمسه قوي بس هو باشمهندس محمود لسه راضي على الجزئيه دي بس انا هطله هستاذنه يعيد تاني الموضوع ده على حق. انا مش مختلف مع حضرتك تماما في حضرتك بتقوليه. طبعا بالعكس ده يعني الخبرات مقدره جدا جدا من اصحاب الشركات. لكن احنا اتفقنا ان معظم الشركات القطاع الخاص حاليا بتسعى الى تشغيل الشباب وده حق مكتسب ليها لان في الاخر ده بيزنس طبعا. لكن الفرص قد تقل ولكن تعوضها الخبرات. فلو في شركات عايزه الخبرات زي الخبرات بتاع حضرتك بالذات حتى لو خارج البلاد في بعض المهن لو كانت في التسويق في المبيعات في الحاجات اللي ممكن تبقى مرتبطه بدخل ده وارد جدا يبقى متواجد. تمام. فانا ادعو الناس كلها يعني السن اللي هو ما فوق ال 50 وال 60 انا متاكد مش هيبقى ليه
تمام. لكن ما فوق ال 35 بكم سنه كده يعني برضو يجي برضو يجي. وحتى لو ما كانش الامل روحي برضو قدمي حتى زي تاني لو حتى لو الملتقى لم يتوافر فيه متطلبات الباحث عن العمل برضو يكتب ابلكيشن عندنا وهيبقى موجود عندنا في الداتابيز وهنتواصل معاه 100%. رائع. بالاضافه حاجه اخيره بس عايز اقولها بالذات استاذه ايمان ان عندنا برامج اخرى في مجلس التدريب الصناعي مرتبطه بحاجات ممكن يتعلمها الفرد داخل بيته ويبقى منتج ويحصل على دعم كبير جدا من المجلس طبعاً. على ان هو لو ما لقاش وظيفه زي وظيفه جوه بيتك او منتج محلي واحد او كذا كذا برنامج اخر فوجود الباحث او الباحثه عن العمل انه يعملوا ابلكيشن اكيد حد هيتواصل معاهم ويشوف انسب حاجه ليهم ايه طبعا باذن الله. استاذ سامح صباح الخير يا فندم. عفوا يا فندم. يا اهلا اتفضل حضرتك. انا عاوز اعرف حاجه بقى باذن حضرتك ثانيه واحده بس اتفضل. واضح حضرتك مفيش شغل للصناعية السمكرية. صناعية سمكرية مين اللي قال مفيش شغل يا فندم؟ انت مش متابعنا من الاول ولا ايه يا استاذ سامح؟ معلش لسه فاتح التلفزيون. ولا يهمك. طب اسمع رد الباشمهندس محمود بس معلش بعد ما ناخد اتصالات تانية. انا بشكرك استاذة عليا. ايوه صباح النور. ايوه انا لقيت رد السؤال اللي حضرتك ذكرتيه قبل. طيب ماشي شكرا جزيلا. انا بشكرك عشان السن بس السن كان اكبر شويه. ماشي صباح الفل عليكي. استاذ محمد صباح الخير. معلش استاذ محمد تاني اتفضل. مع حضرتك محمد عبد الحكيم كنت شغال مرشد سياحي لحد شهر 8 اللي فات. تمام. دلوقتي السن بس اكبر شويه انا عندي 40 سنه. لسه متكلمين في موضوع السن ده يا استاذ محمد. لسه متكلمين فيه. عندي اجاده تامه للغه الفرنسيه والانجليزيه. طيب هو الباشمهندس محمود كررها اكتر من مره انه السن المطلوب من 18 ل 35 سنه وشرح ليه التركيز على الفئه العمريه دي ولكن ما فوق ال 35 سنه بكم سنة يعني لكن بنتكلم مثلا لغاية منتصف الأربعينات تقريبا أو حاجة لو في خبرات وفي شهادات وفي احتياج من سوق العمل للخبرات دي فيتم التغاضي عن السن فده ممكن. وبالتالي باشمهندس محمود بيقول ما تفقدش الأمل روح الملتقى بإذن الله الجمعة أو السبت برضو وتفرج عفوا وقدم وإذن الله يكون في خير. أستاذة نادية يا صباح الخير. صباح الفل يا حبيبة قلبي. اتفضلي. بس عايز اشوف شغل لابني بس يعني بقاله كام سنه قاعد في البيت من غير شغل وهو سواق ومعاه دبلوم صنايع واخد بال حضرتك. ان شاء الله يا رب حتى يشتغل بتاع بوفيه مش هتفرق يعني. ربنا ربنا يا رب يطمن قلبك عليه يا رب. يا رب يا رب. احسن الناس اللي بتتكلم عشان ولادها دول ده همهم ولادهم. طبعا طبعا يعني اتمنى يكون ولادهم عندهم نفس الاحساس ده يعني بالمسؤوليه طبعاً. الحقيقه بس هيلاقي ان شاء الله يجي ينور عندنا خدمات معاونه كتيره جدا متقدمه. طيب. فيجي قبل ما ناخد برضو اتصال استاذه سناء من اسكندريه نعيد العنوان تاني عنوان الشركه بعد عنوان مجلس التدريب الصناعي 2 شارع 164 حدائق المعادي خلف المحكمه الدستوريه. طيب احنا كده نزلناه يا فندم على الشاشه قدام حضراتكم اللي ما يلحقش الملتقى يوم الجمعه والسبت مع اني انا افضل ان احنا نروح الملتقى نقدم فيه بس اللي ما يلحقش لاي ظرف من الظروف يقدر يتوجه الى مركز التدريب في المعادي والعنوان اللي على الشاشه يقدم هيملى الابلكيشن هناك مش مطلوب منه ولا يجيب سي في ولا صور ولا اي حاجه يروح ببطاقته الشخصيه بس وكله على الله بعد كده. استاذه سناء من اسكندريه صباح الفل. ابنك عنده ايه يا فندم؟ لا الصوت واطي جدا من عندك معلش حاولي تكلمينا تاني معلش وعلي الصوت. استاذ علي من اسوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيكم. ازيك يا فندم حضرتك يا فندم؟ الحمد لله بخير اتفضل. صباح الخير عليكم وبصب على جميع العاملين بقنوات دريم. شكرا ليك وصل. الله يبارك فيك وبصب على الباشمهندس محمود. الله يبارك فيك يا فندم. ازي حضرتك يا فندم؟ صباح الفل الله يخليك. ازيك يا فندم؟ سؤالك ايه يا فندم؟ انا خريج بكالوريوس ترميم اثار. بكالوريوس؟ بكالوريوس ايه؟ ترميم اثار حضرتك. ترميم اثار. تمام. ممكن الاقي فرصه عمل عندكم. سنك كام؟ 27 سنه. 27 سنه. ترميم اثار ما اعتقدش هلاقي في الملتقى طبعا بس يعني
حاجة متخصصة للغاية. أيوة يعني حاجة دقيقة جدا. دقيقة جدا يعني. طب يجي المركز التدريب؟ يجي المركز برضو، يجي المركز، بس أنا عايز أأكد إن معظم الشركات هي شركات صناعية وتجارية وخدمية وسلسلة مطاعم وهكذا. التخصصات الصعبة جدا في أسوان مع يعني قلبي جدا معاه الحقيقة، لكن برضو يجي المجلس عندنا أو يبعت لنا البيانات بتاعته من خلال الإنترنت ونتواصل إن شاء الله بإذن الله ونحاول نوفر حاجة بإذن الله. أستاذ محمد صباح الخير. أستاذ محمد. أيوة يا فندم حضرتك. اتفضل. ألو. سامعينك. إزيك يا فندم؟ الحمد لله. والله يا فندم بس أنا ليه أخ قاعد ما بيشتغلش برضه بلوم تجارة، واشتغل في أبناء علام مشوه، واشتغل في مش عارف مجيوش مشوه. عنده كم سنة؟ عندك بس عايزين له فرصة عمل بعد إذنك. عنده كم سنة؟ عنده 27 سنة. 27 سنة. هيعمل ايه يا باشمهندس؟ يجي يوم الجمعه والسبت ان شاء الله ودبلوم اكيد هيلاقي له شغلانه هناك ان شاء الله باذن الله. هو واضح ان الدبلومات والفنيين والحرفيين والمهن دي الاكثر اقبالا من قبل سوق العمل. ده حقيقي، وهو ده اكثر ناس عايز طلب. انا من ال 15000 وظيفه 10500 وظيفه ليه مؤهلات متوسطه فيما اقل، فدول ليهم فرص اكبر حقيقه في رائع. الملتقى القادم باذن رائع. الله رائع باذن الله. استاذ هشام صباح الخير يا فندم. صباح النور حضرتك. انا اسمي هشام مصطفى، انا سني 56 سنه. ربنا يديك الصحه. وانا مش بدور على وظيفه او فرصه عمل. لا انا بقدم اقتراح. انا عندي اتليه، عندي محل تفصيل ملابس في وسط البلد. حلو. اللي انا بقول ان احنا ممكن نساهم بان في شباب ممكن تجيبوهم ندربهم ونعلمهم مهن، وبعد ما يتعلموا المهنه دي ممكن في البيت، ممكن في اوضه، ممكن في مكان صغير ينتج هو بقى عمل، ما يبقاش بيشتغل عند حد برأس مال بسيط جدا جدا جدا. يعني ممكن الناس اللي انتوا بتدوروا لهم على شغل بالضبط. احنا ندربهم ونعلمهم الشغل ده هو كويس. وممكن يبقى محتاج امكانيات بسيطه، يعني انا بالنسبه لي ممكن ابقى محتاج حاجات بسيطه جدا عشان اعلمه، وهو بعد كده ما يتعلم او هي بعد كده ما تتعلم مش هتروح تدور في وظيفه ولا تامينات ولا طبعا للعمل. اسال حضرتك سؤال بس يا فندم، يعني حضرتك بتقول احنا، قصدي حضرتك حضرتك فقط ولا احنا دي تشمل ناس كثيرين ممكن نستعين بيهم؟ بص حضرتك احنا دي بتشمل مهن كتيره جدا 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 واقفه او تكاد تكون اتدمرت بسبب حاجه بسيطه ان مش لاقي ناس تشتغل. تمام. يعني انا في مجال الخياطه مش لاقي ناس تشتغل. في مجال مهن كتيرة جدا حرفية مش لاقيين ناس تشتغل. ليه؟ انت بتروح دلوقتي للترزي بيقولك سيب لي الحاجة لسه كام يوم لان ما عنديش حد يشتغل. ده كتير جدا، ومش بس الترزي حضرتك، والنهاردة علشان لمبة مش عارف ايه ولا سلك في البيت عمل تدوري على كهربائي مشكلة صعبة جدا، تدوري على سباك صعبة جدا، نجار وخريجين كليات وخريجين معاهد فنية بس مش حرفيين مش مهني، فمحتاج ان هو يتدرب مع حد كويس. وفي تدريب بأجري، يعني مش لازم التدريب دوت يكون مجاني، يعني في خلال 3 شهور ممكن الشاب او البنت يكون بيعرف ازاي ياخد مقاسات ويبص ويعمل باترون الفكرة رائعة يا استاذ هشام. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم، بشكرك جدا. الفكرة اعتقد فكرة هايلة يعني ممكن تتطبق. احنا بنعملها الحقيقة مع المصانع الكبيرة، بس انا اللي عاجبني ان هو بيتكلم ان انا عندي اتيليه، يعني هو حاجة صغيرة وعنده رغبة في انه يدرب ناس، فلو ده عممناها ده منتشرين كتير جدا على الجمهورية. فأتمنى برضو التواصل معايا لو اقدر. طيب اخد رقم شباب تليفون. ونبي ناخد رقم استاذ هشام نسجله بس عندنا برضو لو سمحتوا. استاذة سناء رجعت لنا من اسكندرية، يا صباح الفل اتفضلي بقى. نبي عشان خط اسمعيني ربنا يخليك. اتفضلي بس علي صوتك. ابني معايا في الصنايع 5 سنين بترو كيماويات زائد بكالوريوس رقابة جودة زائد ان هو قد الجيش الخدمة العسكرية اللي عليه والمفروض يبقى ليه اولوية في اي حاجة. كل زمايله اللي ما دخلوش جيش تعينوا في كل مجالات حديد وصلب وبتروجيت وكل حاجة، وابني نفسيته تعبانة مش لاقي له اي شغل، بيروح برج العرب على 1200 ابص لقيهم 800 جنيه ومواصلات ابني تعبان نفسيا عشان خاطري اي حاجه. بعد الشر عليه وربنا يطمن قلبك عليه يا رب. طب اسمعي بقى رد المهندس. يعني انا الله يخليكي، انا عايز ااكد بس على حاجه. هو حضرتك ذكرتي الحديد والصلب وحضرتك ذكرتي بتروجيت، انا عايز ااكد ان الوظائف المتاحه هي وظائف في القطاع الخاص وبضمانات حكوميه، يعني انا الضامن، انا في الاخر بمثل الحكومه. لو حصل ان اي حد
من اللي ان شاء الله يتقبلوا في الملتقى في الجمعة والسبت تم انه يحصل على دخل اقل من اللي احنا متفقين عليه، يجي فورا المجلس عندي، لان هم عارفين الشركات اللي جاية واللي بتتعاقد مع مجلس التدريب الصناعي عارفة انها بتتعامل مع الحكومة وهترجع، هترجع في دعم صادرات، في سجل صناعي، في سجل تجاري، فمش هتقدر تتلاعب. ولو حصل حاجة زي كده احنا نستطيع تماما احكام الرقابة على هذه الممارسات طبعا. وبالتالي ارجو، وده دعوة للشباب الواعي، ان لو احنا اتفقنا على حاجة من خلال الملتقى او من خلال المجلس عندنا في المقر الرئيسي وتم تجاوز هذا الاتفاق بشكل او باخر، يرجع لنا فورا واحنا نتخذ الاجراءات التصحية حالا. بس ارجو ان احنا يعني تبعت ابنها بس للملتقى لو سمحتي، وان شاء الله باذن الله نوفر له الفرصة. يا رب باذن الله. استاذة سعاد صباح الخير يا فندم. انا صباح الخير حبيبه قلبي. اتفضلي. انا بتصل عشان حاجتين، عشان انت ما شاء الله انسانه بشوشه جميله حلوه، ربنا يخليك يا رب والله كده مش مجامله يعني، ربنا يكرمك. في نفس الوقت عشان اقول انا مرات ابني معاها ليسانس خريجه المعادي اكاديمي وبس هي معاها بيبي، هل ممكن لو فعلا كان ليها نصيب في الوظيفة ان هي هتتواءم مع ابنها الحضانة، لان احنا مش عايزين يعني بيت يكون فيه تأثير او فيه هدم طبعا بسبب الوظيفة، وهي محتاجة للوظيفة. سؤال مهم قوي على فكرة، وخلانا كمان نروح لفكرتين. فكرة انه مش بس الام والاب، والله ده الحما كمان يعني اللي قلبها على ابنها ومراته، هي الاسرة في النهاية، فربنا يبارك لهم فيكي. الحاجة التانية، لو فعلا سيدة متزوجة ومخلفة، ازاي ممكن حضراتكم تساعدوها في توافق بقى مواعيد العمل؟ انا هطمنك بشكل عام، هطمن الناس بشكل عام. من ضمن الشروط اللي احنا بناخد الشركات في البرنامج بتاعنا انها بتطبق قواعد العمل الرسمية، وبالتالي كل دوت معمول حسابه. فمن حق المرأة طبقا لقانون العمل انها تحصل على ماترنتي ليف، او اللي هو ماترنتي ليف اللي هو وضع يعني اجازة الوضع، وكل الشروط الخاصة بساعة الرضاعة والحاجات دي كلها، كل الشركات المقدمة بتتوافق مع قانون العمل المصري، مفيش مشكلة فيها خالص. لكن القصة بقى في ايه؟ ان انا في ناس كعادتنا بتحاول تستغل دوت، يعني يبقى انا عشان انا حامل فانا همشي بدري ساعتين، انا همشي مش اجي متاخره ساعه، الكلام دوت غير مقبول في القطاع الخاص بالمره. الممارسات اللي قد تكون سهله شويه في الحكومه، الشركات اللي هيقابلوها مش هتقبل بده. تمام. فالالتزام وارد، بس هم هيلتزموا بقانون العمل المصري الخاص بالحضانة. يعني هي السيدة نفسها لو سواء وضع في وقت الحمل أو ما بعد الولادة، لو حاسة أن هي قادرة جسمانيا ونفسيا أن هي فعلا تدي الشغل، مش هتكون فيه عرقلة لظروف البيت إطلاقا عندها من قبل جهة العمل إطلاقا. طيب إطلاقا. ناخد أستاذ عبد القادر. صباح الخير. صباح النور يا فندم. تفضل. أنا عبد القادر من الجيزة، لو سمحت كنت عايز أسأل بس على المكان الملتقى والعنوان تاني هنقوله. اتفضل يا باشمهندس. مكان الملتقى في قاعة الصندوق الاجتماعي للتنمية في أرض المعارض، الدخول من عند باب صلاح سالم، والعنوان المجلس 2 شارع 164 زي ما هو موجود خلف المحكمة الدستورية العليا. رائع. يوم الجمعة والسبت القادم، يوم الجمعة والسبت الجايين على طول إن شاء الله. يلا يا شباب، يلا يا مصريين، يلا كل أم وأب شجعوا أولادكم يروحوا يقدموا. يلا قعدة البيت وحشة. العناوين موجودة على الشاشة كمان، ده اللي كنت عايز أقوله. أستاذ حسني من الإسماعيلية، يا أهلا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك وتحياتي للضيف الكريم. أشكرك. الله يبارك. أنا عندي ولد عنده 33 سنة وبكالوريوس محاسب، كان شغال في شركة خاصة ولظروف معينة، ظروف معينة ساب الشركة، يعني الضغط كان عليه جامد. فعاوز اسال سؤال، محافظات مصر برضو ممكن ولا القاهره بس؟ ده سؤال مهم جدا. تمام. الملتقى اللي موجود حاليا، الملتقى الموجود حاليا للقاهره، يعني الموجودين يعني في القاهره، يعني الوظائف اللي فيه
للقاهرة. بس مع اعتبار مهم قوي، ان عندنا سلسلة شركات وبالذات المحلات التجارية دول فاتحين في كافة محافظات مصر ومنتشرين في كافة محافظات مصر. فانا يعني لو يستطيع انه يجي عندنا يجي، لو لا يستطيع احنا كده كده البلان بتاعتنا او الخطة بتاعتنا ان احنا هننزل 27 محافظة خلال السنة الحالية. فاكيد محافظات القناة ليها اولوية كبيرة عندنا، السويس واسماعيلية والمحور سيناء كله نتيجة المشاريع الكبيرة اللي هتتم هناك. وبنطور حاليا مراكز التدريب التابعة لينا واللي تابعة لهيئة قناة السويس، وعملنا تطوير كبير قوي ليها خلال الفترة اللي فاتت بتمويل من وزارة الصناعة علشان نستوعب المهن والحرف في المحافظات، المختلفة. فأنا يعني بدعو لو يستطيع ان هو يجي الملتقى، يجي برضو الملتقى لانه هيقابل سلسلة محلات ممكن يبقى ليها فروع في الإسماعيلية. حلو جدا. ولو حتى لو ما كانش يقدم لنا الابليكيشن بتاعته، احنا عندنا في اسكندرية شغلنا كتير في اسكندرية، عايز الإسماعيلية اقول لحضرتك رقم مهم جدا للسادة المشاهدين، ان نسبة التشغيل السنة اللي فاتت في مشروع مصر الاماراتي كان 33% منها في الصعيد، 33% كانت في الصعيد. فده رقم كبير جدا. رائع. فاحنا شغالين في كل محافظة. رائع. استاذة مروة، يا صباح الخير يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. من فضلك، هو اخويا دبلوم صنايع وشغال في ورشة خراطة، يعني مكابس معادن. تمام. خراط. تمام. تمام. وهو عنده 27 سنة. حلو. ماشي. يعني حالا دلوقتي باشمهندس يقول المجال ده ليه ولا لا، بس هناخد معلش استاذ محمد كمان. صباح الخير يا فندم. طيب استاذ نبيل، استاذ نبيل صباح الخير. طب استاذ محمد بقى بس من اسكندريه، صباح الخير يا شباب. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح النور يا فندم. حضرتك اتفضل. انا فندم عندي 28 سنة، معايا دبلوم صنايع قسم نسيج. قسم نسيج. نسيج. تمام. تمام. واشتغلت، المهم كنت شغال في برج الاحمر. بص، هو الباشمهندس محمود اول ما سمع نسيج عمل كده، يعني اللي هو ده عز الطلب. يعني نتمنى، يعني نتمنى انتوا ترضوا، بس ارجوك ارجوك ترضى. يعني انا بس عايز اطمنه، الخراطه والنسيج والدبلوم التجاره والدبلوم الصنايع، كل دول هيلاقوا 100% هيلاقوا في الملتقى التوظيف. بس انا عايز اكد على حته النسيج دي بالذات، وعايز اطمن الناس، لان يعني واخد سمعه، حته سمعه الملابس الجاهزه والنسيج مرتباتهم قليله والوركينج كونديشنز او ظروف العمل غير مناسبه والكلام ده. الشركات اللي مشاركه في الملتقى مختلفه تماما. انا بقول كده، الشركات ملتزمه بكل الشروط اللي هيلاقوها، وهتلاقي كل شركه عارضه هي بتقدم ايه، والشاب يقيم بنفسه. فالنسيج بالذات مطلوب جدا. ده هو احنا ممكن، انا جالي رئيس الغرفه صناعات الملابس الجاهزه المهندس محمد عبد السلام، قال لي حمود لو جبت لي 20,000 واحد بكره هوزعهم لك بكره، بس الناس ما بتجيش في ملابس الجاهزه نتيجه السمعه يعني. فانا بدعوهم ان هم يجوا ويشوفوا اللي متقدم ايه، وان شاء الله هيلاقوا لهم فرصه بسهوله باذن الله. يعني يا رب باذن. والخراطه وكل الحاجات دي. استاذه وفاء، يا صباح الخير يا فندم. ايوه صباح الفل يا حبيبتي. اتفضلي. انا ابني عنده 23 سنه. تمام. خريج اداب، ليسانس اداب قسم لغه ياباني ما شاء الله، ومعاه دبلوم انجلش ومعاه دبلوم كمبيوتر. برافو ما شاء الله. فهل يا رب يا ترى نلاقي فرصة عمل؟ هو مش لاقي شغل يا فندم يعني خالص. ماشي. يعني حضرتك مستغرب. انا مستغرب جدا الحقيقه، ان يعني هو برضو تخصصه نادر للغايه، واكيد اللغه اليابانيه اكيد مطلوبه بالذات الشركات اليابانيه. ده الرئيس يا مدام وفاء طالع اليابان باذن الله، طالع طوكيو اخر الشهر ده. شفتي بقى يعني اكيد هيلاقي، لان اكيد في شركات من الشركات المتواجده هتقدر هذه الخبرات يعني، وفرصه اكيد هتبقى كبيره يعني. اتمنى برضو ان هو يشرفنا ان شاء الله باذن الله. مين معانا يا شباب؟ استاذ محمد، يا اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك يا فندم محمد من الجيزه يا فندم. اهلا بيك. دلوقتي يا فندم انا عندي 34 سنه وشهرين، ماشي، وكنت شغال في السياحه في شرم الشيخ، وطبعا بعد ما السياحه هبطت ما بقاش في شغل. اخويا دبلوم صنايع وكان شغال 4 سنين في شركه القاهره وغاز مصر. تمام. غاز القاهره وغاز مصر. وبعد كده كان شغال مع مقاول. وبعد كده كان بياخد 27 جنيه يوميا على امل اللي هو يتعين في الشركه. جه وهو شغال في الشركه، وهو راجع ظهره عمل حادثه وظهره ايه اتشرخ.
لا اله الا الله. حاولنا ان احنا نرجعه تاني ما قبلوش الموضوع يا فندم، عشان ده مقاول وما يهمه اللي هو يشتغل ويديله انتاج طبعا، ولا متامن عليه ولا حاجه طبعا، ولا متامن عليه ولا حاجه، وحب اللي هو يروح رئيس مجلس الاداره علشان يعرض عليه الامر، اترفض الموضوع وما فيش حد قبله ولا حد رجعه، وقاعدين احنا ثلاث شباب قاعدين لغايه دلوقتي مش لاقيين شغل ولا اتجوزنا. يعني انا 34 وشهرين والتاني 33 وحاجه وهو ده 30، ولا خطوبه ولا جواز ولا شغل ولا اي. هتفرج باذن الله يا استاذ محمد، واسمع برضو رد الباشمهندس. يعني انا يعني طبعا الف سلامه على اخوه، وبالنسبه له هو والاخ الاخر يجوا يشرفونا. بالنسبه يعني لاخوه اللي عمل حادثه ده اكبر دليل ورساله للناس اللي تقول لك انا برضو مهما حصل اشتغل في القطاع الحكومي، ويرضوا الشباب ان هم يشتغلوا بعقود مؤقته على امل يتعينوا بعد سنين وما بيحصلش، من غير تامينات صحيه ولا تامينات اجتماعيه، وفي الاخر ممكن يحصل اللي حصل. انا بقول القطاع الخاص والفرص اللي موجوده هتامن عليك اجتماعيا وهتامن عليك صحيا وهتديك ظروف عمل مناسبه فيها كل السيفتي وكل الامان الوظيفي. فتعال وشوف التجربه وقيم اللي معروض بنفسك، وبعدين نبقى نتحاسب بعدك باذن الله. وان شاء الله باذن الله الشركات اللي بتتعاقدوا معاها ال 65 شركه اللي موجودين في الملتقى او فيما بعد اللي هيجي لكم المقر مركز التدريب نفسه، بنتكلم في تامينات باذن الله. حضرتك ذكرتها بس انا باكد عليها بالكامل. يعني الموظف مش هيحس بالغدر انه لو لا سمح الله جاله اصابه عمل او اصابه حتى ايا كان خالص. يقعد في البيت كده خالص خالص. طيب استاذه بسمه من اسكندريه، اتفضلي. يا اهلا بيكي. لو سمحتي انا معايا بكالوريوس تجاره ومحاسبه، حلو، وبقالي من 2011 متخرجه ومش لاقيه شغل نهائي، عشان طالبين انجليزي في كل حته. عشان عاوزين انجليزي؟ اه. وانت الانجليش مش قوي قوي فيه؟ لا انا يعني بس مش تجاره انجليزي، تجاره عربي. بنفك الخط يعني. طيب يا بسمه ماشي. طيب ما معهاش لغه. ما دي اللي انا قلته ان آه. لو تم الموافقه المبدئيه نقدر في خلال فتره زمنيه وجيزه نتدرب بقى بالظبط كده، ومش هتتكلف حاجه. يعني طيب. لو هي رجعت شافت شركه وعايزاها وقالت خلاص انا هاخدها، بس يا محمود يا مجلس تدريب صناعي ده ناقصها انجليزي مثلا، اهدي 3 شهور او ناقصها كمبيوتر او ناقصها اي سكيلز اي سكيلز. اي مهارات ثانيه بالظبط كده. تمام اوكي قدمي يا بسمه. سميه، استاذه سميه اتفضلي. الو تمام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي 33 سنه وبكالوريوس خدمه اجتماعيه. حلو. هل انا هلاقي حاجه لان انا خريجه 2003 100%. اه بقى الباشمهندس محمود بيقول لك باذن الله 100% ان شاء الله. قدمي يا سميه. خديجه استاذه دعاء الاول. استاذه دعاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك انا زوجي معاهل فوق عالي، فوق متوسط، وهو دلوقتي معاه قسم هيدرولوجي، وهو بقاله يعني كتير والله، بس هو عنده 38 سنة ومحبط خالص، معاهل فوق متوسط. طيب اولا بس احنا مش عايزين احباط، ربنا كبير قوي، وزي ما في حاجات تحبط قوي في البلد في حاجات تانية برضو حلوه هي عماله بتحصل الحمد لله، وفي ابواب كده باذن الله خير عماله بتتفتح، فمبدئيا ما فيش احباط ده مبدئيا. باشمهندس محمود كان رد على حاله قريبه للي انت قلتيها يا اسماء، حتى لو 38 سنه يقدم ان شاء الله، يقدم الجمعه والسبت، يروح يقدم في الملتقى في ارض المعارض مدينه نصر. استاذ محمود من هنا يا صباح الفل. اهلا صباح الخير يا فندم. اتفضل يا فندم. حضرتك انا مواطن من طمع، من سوهاج. من طمع بلدياتي والله. اتفضل. ربنا يخليكي. حضرتك في طمع دي كان زمان يعني في العصور القديم معروفه بصناعه النسيج والكلام دوت، وفي بدات يعني الصناعات دي بدات تختفي. يا ترى ممكن في اي مثلا مساعدات بحيث نعيد احياء التراث القديم بتاعنا دوت؟ حلو قوي حلو قوي السؤال ده، ايه رايك يا باشمهندس؟ موجود يا فندم، انا متشكر جدا على والله السؤال دوت. احنا بالذات في قنا، يعني قنا احنا بنتعامل مع جمعيات، هو طمع مش قنا. آه. كده انا قلت له بلدياتي عشان طمع. انا من طمع من سوهاج. طمع من سوهاج انا معلش انا اللي فهمت غلط. احنا بنعمل فعلا الموضوع دوت من خلال التعاون مع الجمعيات الاهليه، منظمات المجتمع المدني شاطره جدا في الحته دي، وشاطره في الحتت اللي ممكن الحكومه ما تعرفش انها موجوده اصلا، يعني هو فهم بيعرفوا يوصلوا للناس
بشكل افضل بكتير قوي. فاحنا عندنا في الصعيد جمعيات بتدرب على هذه الحرف التراثيه والحرف اليدويه ومدعمه بالكامل من وزاره الصناعه من المجلس عندنا. تمام. وفي نهايه التدريب بنتفق مع الجمعيه ان هي تقوم بالعمليات التسويقيه لصالح الافراد اللي اتدربوا عندها. رائع. فده متواجد. تمام باذن الله. ام محمد اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ابني حضرتك واخد كلية تجارة. تمام. محاسب. عايزة له شغلة حلوة الله يخليه. بإذن الله هيروح الجمعة والسبت الجايين يا حاجة محمد للملتقى اللي قال عليه الباشمهندس. أخدتي العنوان؟ عرفتي العنوان فين؟ فين حضرتك؟ رحتي؟ في أرض المعارض. أرض المعارض؟ اللي في مدينة نصر. مدينة نصر. هيدخل أرض المعارض هيسأل على ملتقى مركز التدريب الصناعي. مجلس التدريب مظبوط. مركز التدريب الصناعي هيدخل بإذن الله في كده ورقة كبيرة اللي هي أبليكيشن يعني كده استمارة هيملاها بس ويكون معاه البطاقة الشخصية بتاعته بس كده. ولا هيدفع فلوس ولا هيطلب منه أي حاجة تانية. ماشي يا أم محمد. أستاذة هدى صباح الخير. صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. بعد إذنك أنا ابني خريج حقوق. قال لي فرصة عمل المحاماة والحقوق. هتلاقي يا فندم هتلاقي في الملتقى محاماة. هتلاقي في الشركات برضو مطلوبين طبعا. انا عايز بس يعني برضو اكد لحضرتك قلتي لان كان في ممارسات كده السنه اللي فاتت ما كانتش ظريفه موضوع الفلوس. الاستماره مجانا ما حدش يدفع حاجه لحد ما حدش يستغلها بشكل غير مش مطلوب الناس. غير البطاقه الشخصيه فقط للي بيقدم مش فقط. هيطلب منه ولا مليم. استاذ عبد العزيز من سوهاج برضو يا اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا ولدي انا خريج شريعه. شريعه خريج ازهر ما شاء الله. تمام. عاوزين له وظيفه. ليه شريعه عندكم ولا ملوش؟ شريعه خريج الازهر ما حدش اتكلم قبل كده على الموضوع ده. لا هل في طلبات؟ لا مش هيلاقي في الشركات ال 65 مش هيلاقي دوت. بس خليه يقدم عن طريق المجلس. متهيألي ممكن نلاقي حاجه عن طريق المجلس. طيب استاذ حاج عبد العزيز من سوهاج ما تخليش ابنك يروح الملتقى ده لانه غالبا مش هيبقى فيه حاجه ليه لكن تروح المجلس اللي العنوان برضو هينزل تاني على الشاشه. بالزبط. اللي في المعادي. مين استاذ محمود من الشرقيه صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اتفضل. انا اعرف حضرتك انا اعرف الضحكه الجميله دي من 2009 بجد والله. ربنا يخليك. 2009 انا كنت في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. لا وحضرتك كنت مديرتي يعني انا اتعلمت الضحكه دي من حضرتك والله. ربنا يعزك ويخليك يا رب. بشكرك. شكرا شكرا ليك. اتفضل. انا كنت شغال في السياحه في فندق القاهره. وانا معايا دبلوم صنايع واخدت معايا انجليزي وايطالي وروسي. تمام. وجت الثوره ومن يوم ثوره الغضب حضرتك انا قعدت طبعا وكده يعني اضطريت عشان انا متجوز وكده. القطاع السياحي كله اتاثر بعد ثوره يناير دي حقيقه ولغايه النهارده بيعاني. تمام. فاضطريت ان انا اتعلم حرفه فتعلمت فدخلت في الحرفه النقاشه. تمام. فانا دلوقتي انا معايا انجليزي وروسي انجليزي وايطالي وروسي وعايز يعني انا يكون ليا مكان وكده ولا يعني انت دلوقتي معاك مهنه السياحه اللي انت اشتغلت فيها بالفعل ومعاك النقاشه اللي انت اتعلمتها. وانا معايا شهادات خبره. انا قعدت 8 سنين ومعاك شهادات ومعاك لغات. انا بشكرك يا استاذ محمود. هسال على الجزئيه دي لو حد عنده كذا سكيل بقى في مجالات مختلفه يقدم ابلكيشن واحده ولا كذا ابلكيشن. ده سؤال مهم. بس ناخد مين يا شباب؟ مين من الزقازيق؟ استاذ احمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اتفضل. كنت عايز اتحول على هوا. ينفع الناس تحول على هوا؟ ايوه معاك يا فندم. اتفضل. مع حضرتك. تمام. بالنسبه لفندم لمشكله السياحه امتى ممكن تتحل؟ لا هو ده يعني بره السياق اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. بس هي قطاع السياحه زيه زي القطاع الاقتصادي زي حاجات كتير قوي يعني لسه بنزق فيها يا فندم. هي مشكلة السياحة أصلها كبيرة شوية. هي يعني أنت بتتكلم على هي كذا حاجة الحقيقة في منظومة السياحية دي آخرها موضوع الدعاية. عشان في ناس فاكرة أن احنا محتاجين بس نعمل إعلانات ودعاية برا مصر. هي آخر حاجة احنا محتاجينها موضوع الدعاية. نعم في عندنا حاجات تانية كتيرة ممكن نبقى نتكلم إن شاء الله في موضوع تشجيع القطاع السياحي ده إزاي نحاول نزقه مرة تانية عشان الملايين اللي بتعمل في هذا القطاع. معانا أم حمادة صباح الفل. يا أم حمادة. ايوه معاكي. الو اتفضلي يا فندم. من فضلك انا بنتي تربيه فرنساوي
تمام. مدرسة هي فيها عيب خلقي كده في وشها شوية، كل ما تروح مدرسة بيفسدوها. حبيبتي ربنا يبارك لك فيها يا رب. يعيش وهي يعني مش وحشة، بس معرفش ليه المجتمع كده. احنا عندنا حاجات كتيرة عايزين نصلحها في المجتمع، عندنا حاجات كتيرة قوي عايزين نصلحها يا محمد. من يعني ضمنها ان احنا يبقى عندنا اقتناع انه الشكل مش بايدك، دي حاجة لا الشكل ولا الصحة بايدك، دي حاجة ربنا سبحانه وتعالى اللي بيديها لك. لكن اللي بايدك سلوكك واخلاقك، ده اللي انا ممكن احاسبك عليه. لو جات لكم يا فندم خليها تجي لنا لو سمحتي، انا ارجوها انها تيجي. ارجوها حماده بنتك لو سمحتي تروح الملتقى الجمعه والسبت. معانا استاذه فوزيه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير على جمالك وعلى حلاوتك. يا رب يعزك ويكرمك. النهارده مشاهدين مدلعيني جامد والله. انا ابني عنده 35 سنه ومنجده فرنج. 35 سنه وايه؟ ومنجد فرنجي. منجد فرنجي تمام. فهو عايز فرصة عمل، ممكن يلاقي؟ هيلاقي ان شاء الله في الملتقى بإذن الله. الباشمهندس محمود أكد أكتر من مرة، يا ريت كل اللي عندهم الحرف دي والصنعة دي يروحوا يقدموا، نقاشة، تنجيد، سباكة، نجارة، كهرباء، كلهم يروحوا يقدموا يا فندم، محتاجين ال 65 شركة محتاجين. أستاذة أميرة من البحيرة اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، انا دبلوم صنايع فني قسم كهرباء، متخرجه السنه دي لسه، معايا دبلوم، فليا هيكون ليا وظيفه ولا لا؟ اتفضلي يا باشمهندس. طبعا بالتاكيد، يعني ما كل زي ما حضرتك تفضلتي، المهن والدبلومات المتوسطه وما تحتها دي فرصهم اكتر بكتير، 10,000 وظيفه. وزي ما بقول لحضرتك، حتى لو ما كانش موجود متاح التخصص اللي الاستاذه او الاستاذ عايزهم، دول سهل جدا نقدر نعمل لهم الالكترونيك ماتش ميكنج من على السيستم عندنا. دي سهله، عندنا وظائف اكتر من اللي معروض في الملتقى. ففي جميع الاحوال انا اتمنى ان هم يبقوا متواجدين باذن الله. باذن الله اخر اتصال هنلحق ناخده، معلش لان احنا وقت فقرتنا انتهى من حبه حلوين. مين يا شباب؟ استاذه عواطف من الاسماعيليه. يا اهلا بيكي. انا عواطف اسماعيليه مع حضرتك. اهلا بيكي يا حبيبتي اتفضلي. معلش بعد اذنك حضرتك، بقى ابني خريج معهد منشات بحريه قسم شعبه كهرباء ورادار. تمام. ومن سنه 2003 وعنده 30 سنه دلوقتي، ومتجوز وعنده عيلين، ومش لاقي برضه شغلانه. ربنا يطمن قلبك عليه. يعني احنا مثلا عايزين له اي حاجه تبع الهيئه مثلا في اسماعيليه، على اساس هو اساسا شعبته كهرباء رادار وهندسه. طيب بصي، هو الباشمهندس محمود اتكلم على موضوع الشغل في المحافظات ده، بس مفيش مانع نستاذنه يعيد تاني عشان في اسئله كتيره بتيجي كده. الملتقى اللي جاي دوت مخصص غالبا للقاهره الكبرى، لكن احنا هننزل المحافظات كلها، وخلال ال 12 شهر اللي جايين ان شاء الله، ال 11 شهر اللي جايين، وهيبقى في شركات معانا في كل محافظه من المحافظات. هنعمل ملتقيات 12 ملتقى في المحافظات المختلفة، وهيبقى كل ملتقى يضم 3 أو 4 محافظات محيطة. فإن شاء الله هننزل هناك، والتخصص بتاعها ده مطلوب، مش مطلوب بتاع ابنها، مطلوب. وإن شاء الله بإذن الله، أنا كل بدعو اللي مش هيقدر يجي يدخل على الموقع الإلكتروني ويعمل الابليكيشن، وإن شاء الله بإذن الله هنلاقي له وظيفة حتى قبل ما ننزل الملتقى، ممكن تعمله الماتش ميكنج. طيب آخر سؤال لحضرتك يا فندم، اللي أنا كنت كتبته بس عندي، كان من أحد المتصلين اللي وعدناه هنرد عليه. لو حد عنده أكتر من مهارة، يعني متخرج من جامعة في معاه شهادة ومعاه صنعة ومعاه لغات معينة، يقدم اكتر من ابلكيشن ولا حاجة واحدة؟ هي ابلكيشن واحدة، لأن الابلكيشن عندنا ليها كود، فأنا احنا بنشتغل بالكودينج. وموجود في الابلكيشن كل المهارات اللي هو عايز يحطها. يعني هو يستطيع في الابلكيشن يقول مثلا ان انا يعني مع المفارقه الكبيره، ان هو معاه نقاشه وفي نفس الوقت معاه 3 لغات منها الروسي مثلا. فيكتب ده والابلكيشن هيكتب والسيستم هيفهم ده، بحيث ان احنا اي حاجه يتعمل معاها تشبيك على السيستم، سواء نقاشه هيطلع لي اسمه، سواء روسي هيطلع لي اسمه، سواء ايطالي هيطلع لي اسمه، فكل دوت في ابلكيشن واحده بس. واتمنى ان هم ما يتعملش اكتر من ابلكيشن عشان التكرار. طيب. لأنه بياخد مننا مجهود يعني كبير. يعني ما نفتكرش يا جماعة، ما نفتكرش مش كتر ابليكيشنز يعني. يا جماعة مش هبو بلاش نكتر منه. والنبي نركز. كل واحد يملى استمارة واحدة بس. أكتر من استمارة دي ممكن تجيب نتيجة عكسية، إنه السيستم الكمبيوتر ما يعرفش يدي لك الكود بتاعك ويعمل لك التشابك.
التشابك او التوافق مع التخصصات او المهن اللي محتاجه لحد زيك، فكل واحد يمضي استماره واحده بس. انا بشكر حضرتك جدا. ده انا اللي يعني بشكرك جدا يعني، انا بقول بس يعني مش متخيل كده يعني ما شاء يعني الله يعني ربنا يجعل كل الـ 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 الجهود دي يا رب في مكانها. وبنشكرك جدا باشمهندس محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي بوزاره الصناعه، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم، جزيل الشكر ليكوا الحقيقه، وبتدوا امل حقيقي لشباب البلد، وكفايه الاباء والامهات اللي اتصلوا والحموات اللي اتصلوا بحماس جدا وحسوا انه ايوه بقى يعني احنا عايزين نشتغل. نعم قال لي طلب اخير بس عند حضرتك، ان اللي زينا وبيعملوا حاجات كويسه في البلد كتير جدا بس الناس مش واخده بالها. يعني للاسف ان زخم الاحداث وضبابيه المواقف الحاليه دلوقتي مش مركزة على الحاجات الكويسة. فأتمنى أن من حضرتك ومن علاقات حضرتك بالإعلام والقنوات الأخرى يتم التركيز على المبادرات اللي بهذا الشكل بإذن الله، علشان نقول الحقيقة. احنا مش بنضحك على حد، نقول الناس الحقيقة في كده وفي كده، وقيم بنفسك. أتمنى ذلك وده يعني. تاني معلش أنا بضطر أستغل الفرصة وأقول ده تاني الدور اللي احنا بنقوم بيه في صباح دريم بقدر استطاعتنا، وبندعي ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا يا رب في كل مساعينا دي، اللي هي الهدف منها قبل ما تكون الشغل والإعلام، الهدف منها ان احنا بإذن الله نحاول نساعد بحاجة، وده دورنا. فكرة ان احنا نبص على الحاجة الإيجابية مش بس الحاجة السلبية، نفس الفكرة اللي كنت بقولها في أول الحلقة، نفس فكرة ان احنا ما نقعدش نبص كتير قوي على السجادة الحمراء وننسى بقى المشاريع والوحدات السكنية اللي كنا رايحين نفتتحها بعد ما نعدي على السجادة الحمراء. هو ده المثل اللي انا عايزه اضربه. جزيل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعه. الفقره الثانيه اللي اتكلمنا على حضراتكم مع حضراتكم عليها ازاي نحمي نفسنا من خطر التجسس الالكتروني مع كل التقدم التكنولوجي والالكتروني اللي في العالم، اي ست ممكن تبقى شاكه في جوزها كده ازاي ممكن تحاول تطمن تسحب الموبايل بتاعه بس هو نايم، مش عايزين مشاكل. بعد الفاصل خليكم معانا.